قبل بداية الفيلم يا شباب، إذا بتحبونا وبتحبوا أفلامنا لا تنسوا تشتركوا في هاي القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضغطوا على زر اللايك. فرجونا همتكم يا شباب ومشاهدة ممتعة. أوه يا الله، والله ملل كثير، مش عارف شو بدي أسوي. 24 ساعة قاعد بشاهد التلفاز، ما بديش أشاهده لأنه بقرف، مش حلو بالمرة التلفاز. شو أسوي؟ آه مرحبا مرحبا يا ساعة القط، أنا بحبك كثير كثير، بدي أكسر راسك. خذي هاي. يا الله أنا قاعد بقاتل في ساعة، والله إني غبي كثير. خليني بدي ألعب على الكمبيوتر. حتى هذا ممل. خليني أجرب ألعب على هاي. والله حتى هاي مملة يا ربي. ايه شو هذا الاشي اللي بعرف يكتب لي تحت في الكومنتات؟ انا اول مرة بشوف هاي اللعبة عندي في الغرفة. ايه شكلها هاي هوني، في شكلها للموسيقى. يلا يلا والله اني زهقان كثير كثير، شو رايكو اطلع والعب مع بابا؟ بدي ازعجه، بحب ازعجه، بتسلى لما ازعجه. اهلا يا بابا، اهلا يا بابا، اهلا اهلا يا بابا. يا ولد اقعد، انت مشاغب ولا ايش؟ كم مرة حكيت لك لا تشاغب وانا قاعد بحضر في التلفاز؟ انزل من هون، انزل. ايه ما بدي انزل، اعطيني 10 ورقات. انزل. ماشي، هيني نزلت. بتضربني؟ والله راح اكسر التلفاز. ها مثل هيك خلص كسرته. هذا التلفاز. نا 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 تترت 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 تترت. انا بحبك يا بابا. وينك يا بابا؟ طلع. لا يا ربي، بده يحشرني في هذا تبعت العنكبوت. خلص هيني رجعته يا بابا. وقف مكانك ولا تحرك. مرة ثانية. طلعني مرة ثانية، لا تلعب بالاشياء اللي ما بتخصك، سامعني؟ ماشي، طلعني منها، انحشرت فيها. غبي، لا تعمل اي شيء مرة ثانية. طيب ماشي يا بابا، ماشي. ايش يا بدك بابا يا ابني الحزيز؟ ايش بدك يا بابا؟ انا زهقان. لا ما بدي افطر، فطورك ما مش زاكي. ايش؟ ايه فطورك زاكي، مش جاي عبالي افطر. طب ايش بدك يا ابني العزيز؟ يا بابا زهقان، تعال نلعب انا وياك. بدك تلعب؟ يلا نلعب، يلا امسكني. اوه نسيت يا ابني، تعال. ايش؟ يا الله عندي اليوم عمل كثير ولازم، انا مشغول. يا الله يا بابا. طيب ماشي، بدي اروح العب مع اصدقائي. ماشي. طيب ماشي، بس لا تطول بالمرة، دير بالك على نفسك. ماشي يا ابني. ماشي يا بابا. سبايدر بدك اوصلك؟ تعال اوصلك. ماشي يا بابا، ماشي. يلا. لا 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 لا. تعال معي يا ابني. يلا يا بابا، خلينا نروح. وين بدك توديني؟ بدي اوديك يا ابني على الحديقة. الحديقة، واو انا بحب الحديقة كثير كثير. يا رب يكون اصدقائي هولك وسبايدر مان وسوبر مان الرائع كثير كثير موجودين هناك عشان العب معهم. يلا هيا يا ابني. لا 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 لا، والله انا بحبك يا بابا كثير كثير، وانت دائما بتخليني العب معك وانت بتوصلنا على الحديقة وكل شيء. واو هي الحديقة. اكيد. يلا يا ابني، مع السلامة. مع السلامة يا بابا. يا ربي وين رايح هذا بابا؟ خليني، وين اصدقائي يا صديقي هالك؟ يا ربي بتعرف وينه يا دجاجة؟ خذي هاي. وين اصدقائي؟ موتي والله راح افرجيك. موتي يا غبية، موتي. يا الله وينك يا اصدقائي؟ حولتني. يا ربي وين اصدقائي؟ انا حزين كثير. اصدقائي مش موجودين هون وراح ازعج كثير. لا 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 لا. صديقي 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 صديقي. لا 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 لا. صديقي هالك، يا صديقي هالك. واو صديقي هالك وين اختفى؟ ايه صديقي هالك، تعال نلعب مع بعض. ايه هالك صار لونه ازرق. مرحبا. مين انت؟ تعال هون. انت اللي مين؟ ايش هذا؟ ايش بتسوي هون؟ انا سبايدر مان. انت مين؟ انت شكلك مثلي. اترك هاي السنارة، اتركها، بلاش اضربك. اسكت. انا سبايدر مان كمان، انا سبايدر مان الازرق. شو سبايدر مان الازرق؟ لا انا الاصلي وانت اللي مش اصلي، انت التقليد. ايش تهبل علي؟ بتهبل علي. سبايدر مان بحكي لك، انا سبايدر مان الازرق وعندي كل القدرات. وال ان ما عندي هاي القدرات. انت قوي. اكيد انا قوي، انا اسمي سبايدر مان الازرق وانا اقوى كثير منك. انت شكلك لونك احمر. وين؟ طب ليش حط السنارة فوق راسي؟ ذعر والله راح اذبحك. انزل تحت. يا كلب
اي والله راح ادبحك راح ادبحك يا كلب. شيل السنارة عن راسي، شيلها شيلها. اي تعال هون، شيل السنارة عن راسي شيلها، يلا يلا. يا كلب ايش قاعد بتسوي؟ ايش قاعد بتسوي؟ والله راح افرجيك. لا بكفي ما تحط سنارة، هي والله راح اضربك. تعال نتقاتل انا وياك. بدك يعني اضربك؟ انا بدي اتقاتل معك بدون هاي السيارة السنارة لانك غبي. طيب ماشي يلا. يلا 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 خلينا نتقاتل نشوف من الاقوى. ماشي ماشي يلا يلا اطلع. انت مستعد؟ اكيد انا مستعد. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلاق. اخ وين انا يا كلب؟ خد لك هاي انا بدي احشر يا كلب. يا ربي حشرتني حشرتني. هذا خش هذا خش. خد لك هاي خد لك هاي. طلعني من هون والله راح افرجيك. يا كلب طلعني من هاي السنة يا كلب. حشرتك. طلعني والله راح احكي لبابا راح احكي لبابا. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. والله بدي اضربك ضرب ما تنسى طول حياتك. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. والله راح اندمك حقيقتك يا كلب. خد لك خد لك هاي. واحد كلب واحد كلب. تعال لو حركة جور كروني. خد هاي خد هاي. والله راح افرجيك انا قوي اصلا. انا اطول منك لاني بشرب حليب. يا ربي انا اقوى. انا اقوى منك. انا الاقوى. تعال لهون. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. والله راح اوقعك في البحر راح اوقعك في البحر. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. يلا اوقع في البحر راح اوقعك في البحر. انا الوقعتك. انت غشاش معك عصاي. انا الاقوى. لا مش انت الاقوى. انت غبي كثير كثير. انت غبي كثير كثير. خد لك هاي. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. انت اضعف مني انا اقوى. لا مش انت اضعف. والله راح افرجيك يا كلب راح افرجيك. خد لك هاي. تعال. وقعتك وقعتك. تعال هون. انا اقوى منك. وقعتك من الجسر. خد لك هاي. واحد غبي واحد غبي واحد غبي. يا ربي شو من ناسه. ايش هاي؟ ايش شو هاي يا سبايدر مان الازرق؟ مش عارف ايش هذه. والله يا ما ربي بعرف. شو هذا مرعب. والله مرعب كثير. طلع الدم. والله كثير مرعب. اشراك تحكي لابونا ولا احنا لازم نكون اقوياء. انا وياك لازم نتحد مع بعض ونصير اصدقاء ونعرف من فاعل هاي الشغلة. ايش ماشي لازم ماشي. نتحد مع بعض انا وياك سبايدر مان الاحمر وسبايدر مان الازرق. لازم نكون اقوياء ونلاقي هذا الشخص اللي مسوي زي هيك بهذا البريء. ماشي ماشي. ايه هاي دميتك؟ والله دمية حلوة. خليني اسرقها. اعطيني اياها اعطيني اياها. تعال لهون. صح ايش؟ تعال شوف هذا الاشي. والله مخيف كثير. والله لازم نعرف مين فاعل هاي الشغلة. خلص خلص أكيد. خذ خذ تبعتك هاي ما بدي اياها. خذها خذها. يا الله. طيب طيب بدي اعطيك هاي عمل. بدي اعطيك هاي. خود هاي ورده هاي ورده إيه لك لاننا نصير اصدقاء ونعرف نفعل هاي الشغله. ماشي بس والله هذا كثير امر خطير. مين هيك عمل؟ مين يا رب؟ والله كثير مخيف. متاكد ما بدك تحكي لابوك؟ لا ما بدنا نحكي لبابا. انت افرج احكي لك الخطه ايش بدها تكون. روح إيه؟ على اخر الجسر من هناك وانا بدي اتخبى هون وبدنا ننتظر المجرم عبين ما يجي عشان انا وياك نمسى وكون نظن نضرب فيه. طيب يلا طيب يلا خلينا نسوي مثل هيك شباب بنات. بدنا ننتظر المجرم عشان يجي على موقع الجريمه عشان نمسكه انا وصديقي سبايدر مان الازرق. يلا يلا وين بدك تخبى وين بدك تخبى؟ يلا هذا المكان رائع جدا جدا. يلا يلا لا تطلعوا صوتكم انتوا يا شباب لانه هذا عمليه خطيرة كثير كثير واكيد اكيد انه راح يمسكنا اذا ويقتلنا اذا شافنا. يا صديق سبايدر مان الازرق لاقي اشي؟ لقيت اشي؟ لا ما لقيت. ماشي يلا يلا وينه هذا المجرم؟ والله لما يطلع والله راح ادبحه راح ادبحه راح اكسر راسه تكسير. يلا يا شباب بنات خلينا ننتظره. يلا يلا وينك وينك وينك؟ يلا يا شباب بنات بسم الله خلينا ننتظره. خليني انتظر ذاك المجرم اللي قتل هذا البريء. معلقوا تعليق اطلعوا كيف منظره. والله مرعب كثير كثير. سامع صوت خطوات. وال طلع طلع مجرم. يا سلام يا سلام قتلت هذا الغبي وعلقته هون.
موت يا اخي بموت، بدي اعذب اكثر من هيك. خلاص خليني احمل هاي الجثه مثل هيك، بدي نقولها لمكان ثاني، خلينا امسكها مثل هيك، بدي نقولها هون. يا سلام يا سلام، خلينا احملها مثل هيك. شباب بنات انا مش عارف، لازم اروح اقتلها، بدي نقولها هون، بدي احطها داخل هذا المكان عشان ما يشوفها اي احد. والله راح اروح اقتله. خليني هسه اروح على منزلي، على منزل القتال. اروح ابدا اشوف وين مكانه، بدي اروح اشوف وين مكانه هذا المجرم اللي قاتل الابرياء الكلب. والله راح اقتله، راح اقتله. صديقي الازرق شكله نام هناك لانه طول على بين ما وصل. هيا وصل وصل. يلا راح اطلع على غرفتي فوق وراح اقتل الناس. خلينا اطلع. يا رب مسكني نعمه، مسكني يا شباب بنات. يا ربي بسرعة بسرعة خلينا اروح الحقه مثل هيك. اوه يلا يلا، شو هذا شو هذا؟ هذا منزله؟ والله غريب كثير كثير، هذا مش منزل والله، انه غبي هذا. شو قاعد بلعب معي غميضة هذا ولا شو هذا؟ انت يا غبي تعال لهون، تعال لهون، انا شايفك. ايه هذا بيحكي مع مين؟ تعال لهون. هذا بيحكي مع القراوي. نعم انت بدي اقتلك، ليش ما دفعت الديون؟ ليش؟ ما علق انا بترجاك. لا ايه ما دفعت لي الديون معناته انت لازم تموت. شباب بنات بترجع بترجع. ايه شفت شو صار؟ بدي اروح على منزلي. شفت شو صار يا شباب بنات؟ قتل واحد عشان ما دفع له اموال، والله انه مجرم. خلينا الحقه بسرعه بسرعه. يلا يلا خلي الحقوه الحقوه يا شباب بنات، بسرعه بسرعه، وراح اعرف وين منزله وراح اقتل هذا الكلب. يلا 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 يلا. وينه وينه؟ شماله هيك بيمشي، طلع مكبر راسه ما شاء الله، جسمه قد راسه. يلا بسرعه بسرعه خلينا الحقه. ايه هذا وصل عند منزلي، طلعوا هذا منزلي. يا سلام يا سلام، هيني بدي اروح على منزل المرعب. يا رب وين رايح هذا منزل المرعب؟ مين والناس نايمين؟ خليني اروح الحقه واشوف وين رايح هذا الغبي. يلا خلينا افتح الابواب. يا سلام هذا هو منزلي. إيه؟ منزل الشلتر والبوكس. ايه هذا بحط فيه كل الجثث، يمكن هذولا داخل هذولا الصناديق في ناس ميتين. يلا يا شباب بنات انا غاضب، بدي اقتله بس كيف مش عارف. يلا القوة الخارقة، تفعيل القوة الخارقة، بوم 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 دوم. يلا هيني فعلتها يا شباب بنات، بدي اروح اقتله، بدي اروح اقتله. مرحبا يا شرير، هيني وراك. مين انت يا غبي؟ وين انت؟ عيني وراك يا ابو راس كبير، يا ابو راس كبير. وينك؟ عيني وراك. خد لك هاي، خد لك هاي. شو هذا؟ بدي افرجيك نجوم الضار يا كلب، بتقتل الناس الابرياء وبتخبيهم هون. لا 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 يا ربي بطلق علي، بس انا راح اتعدى هذول الرصاصات. خد لك هاي، خد لك هاي، خد لك هاي. يلا يلا يا سبايدر مان، خد لك هاي، خد لك هاي، خد لك هاي، خد لك هاي. قتلته قتلته، يا سلام يا سلام. واو يلا يلا. وينك يا صديقي؟ يا صديق سبايدر مان الازرق. ايه صديقي هيني جاي. وين انت؟ تبعت المجرم. انت تبعت المجرم؟ صباح الخير يا حبيبي. وين اختفى هذا من وجهي؟ يا ربي كان قدام وجهي. يا ربي وينك وينك يا صديقي؟ هيني وراك وراك. وين ورايا؟ هيك هيك يا صديقي. عيني. يا صديقي شو وين كنت؟ نعم. هاي المجرم جوا، تعال. صباح الخير. إيش؟ قتلته. يا الله تأخرت، أنا تأخرت. شو كنت نايم؟ إلي ساعة بقاتل فيه. يا الله والله ما بعرف، تأخرت عليك يا شباب. والله آسف أنا. عادي عادي، أنت إيش بدك تطلع فيه؟ خدي هاي واحدة غبية. يلا يلا يا سبايدر مان الأزرق، أنا وياك، أنا سبايدر مان الأحمر وأنت سبايدر مان الأزرق، بدنا نضلنا أصدقاء للأبد للأبد، وبنقتل كل الأشرار. أوه يا سلام يا سلام. يلا الحقني مش رح تمسكني. انت غبي انت غبي. خلينا بدي اتخبون. رح امسكك رح امسكك واضربك. تعال لهون. تتخبون تتخبون يا رب. عيني مسكتك. يا الله انت غبي كثير كثير. رح نسيطر على العالم باذن الله، بكره بكره حنسيطر على العالم. ايه
نعم، راح نقتل الجميع مثل الجثث، وسرقنا جميع البنوك الداخل هذه المدينة. ايه؟ شو بيحكوا هذول؟ هذول مجرمين؟ اه والله شوف، في جثة على الارض. شايف؟ نعم، يلا خلينا جاهزين ومعنا الأسلحة النووية والعسكرية. أكيد أكيد. طلع 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 يا أخوي، في واحد شوفنا، دير بالك شوفك. تعال تعال نروح نقتل على السريع. خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي. واحد هجوم. لا لا لا، خلص خلص، ما سمعوا ما سمعوا. ادخل ادخل. يلا أنا وياك هسه بدنا ندخل عليهم ونقتلهم، نضربهم واحد واحد لأنهم هذول أشرار. ماشي ماشي. يلا يلا، واحد اثنين ثلاث هجوم. خد هاي، راح اقتلكم كلياتكم اخبياء. موتوا موتوا موتوا. اقتلوهم، هذول داخلين علينا، بدنا نقتلهم. داخل جولدن ابل صديقي، وينك؟ هيني هيني، موتوا موتوا. معهم اسلحة، صلخوني صليخ. اي يا ربي، اضرب اخوانا كمان. اضرب اضرب طلقوا على راسي. اضربهم وانا معهم اسلحة. وقعوا في اللافة، تعال. موتوا موتوا يا اخبياء، تعال خذ. وقعوا في اللافة، كفوا عليك. تعالوا خذ لك هاي وموت في اللافة. ايوه موت في اللافة. يلا موتوا كلياتكم، راح تموتوا منا يا اغبياء. اوه يا ربي، هاي الداب، طلع الداب. هذول حرامية سراقين. خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي، خذ لك هاي. لا يا ربي، اقتلوهم اقتلوهم بسرعة بسرعة. طخ عليه براسه، طخ براسه. ما عنديش خاصية الضرب لاني يا اخوي يا صديقي. ما عنديش خاصية الضرب، بدي اكل ثواني عشان افعلها. امسكهم يا ربي. طيب يلا هيني بحميك. يلا اطلع يلا. اطلع خلينا نسوي مثل ايه هيك خدتها شكلك. يلا بسرعة ساعدني. انا غاضب، موتوا. ايوه هيني قاعد بقتل فيهم. خد لك هاي، طلع كيف بطلقوا علينا. يا الله قويين هذول. اه والله شايف معهم اسلحه. موتوا كلياتكم يا اشرار، انتوا اشرار مش كويسين. يلا يلا يا رب، موت موت. تضرب صديق، طلع هاي. القبور، طلع الذهب على الطاوله. انا اكيد اكيد. موتوا موتوا يا اغبياء. هاي شو هذولا، اقوياء كثير كثير. لا يا ربي، موتوا. خلاص شو هذول، اقتلوهم هذول. مين هذولا؟ يلا يلا يا صديقي، موتوا كلياتكم، راح نقتلكم. اي في هناك، تعال يلا قربنا نقتلهم. موت انت. ايوه ايوه، اقتلوا، كفوا عليه. يلا يضل هذول، تعال. موت موت موت. لا اخ اخ. يلا هاي قتلنا الاول، وهي الثاني معاهم فيران هذول المقرفين. يلا يلا، وين وين اخ؟ يلا خلص. اي هاي واحد، اي واحد هناك. تعال تعال نروح نقتلهم. في عند اثنين عند القبور، وفي نسر سارقين اغلى نسر في العالم. خد لك إيه؟ خد لك هاي، خد لك هاي الطلقة. قتلتهم. إيه مرحبا يا نسر. اوه نسر رائع. يلا يلا هي يلا يلا يا شباب، وهيك نكون قتلنا الأشرار، أنا وصديق سبايدر مان الأزرق، والحمد لله.